مونتاج البريمير برو، الأمر بيخليك تحس بهذا الشعور، لأنه يمكن فيديوهاتك مملة أو لأنهم بهالشكل. Holy look at all this damage. ماذا لو هيدي الأشياء اللي رح نحكي عنها موجودة بالفيديو، معقول توصل ل 1 مليون فيو؟ من أفضل الطرق إنك تحصل على المزيد من المشاهدات من فيديوهاتك أنت هو الإيديت. مفاتيح التغلب على خوارزميات اليوتيوب أو غيرها من المنصات شد الانتباه لأطول فترة ممكنة. طبعاً في إضافات وأمور كتير بالإيديت مثل تحريك النصوص. بهيدا الدرس رح نشرح عن تحريك النصوص بأدوبي بريمير، مثل هيك أو هيك، وطرق استخراج النصوص من الفيديو مثل موقع riversider.fm. إذا أنت مونتير أو بدك تتعلم المونتاج، هيدا الباكيج رح تفيدك ببداية الطريق. هذا الموقع رح يساعدك كتير إذا عم تفتش على قوالب جاهزة فيه مجموعة متنوعة من التأثيرات والانتقالات وتحريك النصوص اللي رح تضيف على شغلك ويبين احترافي، طبعا مجانية. الخطوة الأولى صنع قوالب نصية. بالبداية رح نفوت على البريمير برو. رح نبلش بكيفية عمل سكريبت أو نص. زي ما شايفين قمنا بتقطيع بعض اللقطات، بس مش كلها. اللي رح نعمله هلأ بشكل أساسي ونعتمد عليه بكل الفيديو الفونت والستروك والبوزيشن والشادو. نرجع نحطه بقلب البريسيت، لأنه إذا عزناهم لحيالله مشروع تاني نقدر نستخدمهم. بنكبس على الكيبورد حرف T اللي هي التايب، وبنتوجه على شاشة الفيديو وبنكبس كبسة كليك من الماوس. بنحط كلمة بوب كرمال نصنع التأثير عليها، وبعدين بنكبس على بوب، فوت على إفكت كنترول وننزل لعند التكست، وبنكبس على السهم لنزول، وبنحط الخط اللي بالمنتصف عشان الأنكر بوينت. طبعا فينا نغير الفاونت. حجم الخط بعمل ستروك 10، شادو ضوي عليها بتركها زي ما هي. بعدين رايت كليك على بريسيت بسميها اوكي، صارت موجودة هون جاهزة، بس بتسحبها وبتحطها على اي تكست وبتحصل على الاعدادات اللي عملتها. نجلس على النص كرمال نحط التأثير. اول شي بنشوفه الانكر بوينت وين موجود، ونسحب لتحت مع المكان اللي موجود فيه النص. بعدين بنروح على السكيل وبنكبس على اول كي فريم وبنحطه 70، وبنعد 4 فريمات نعمله 110، وبنكبس وبنعد 3 فريمات وبنعمله 100، وبنكبس. اذا بتلاحظوا صار يطلع بطريقة كتير حلوة. اذا بعدك ما اشتركت بالقناة روح واعمل سبسكرايب لايك وفعلوا الجرس تيوصلك كل جديد. بعدين بنعمل سيف از لهيدا التأثير وبنحط على الانكر بوينت تو ان. كتير مهم نعمل هيدا الحركة. هلا صار عنا 2 بريسيت ممكن نستخدمهم لحيلا بروجكت بالمستقبل. هلا فيكي مدام. هلا خليك. منقطع الفريمات اللي باللاير على كل اللقطات، بنشوف الحكي اللي بالفيديو ومنقص. طرق انك تحصل على المزيد، وبعدين بنعملها على جميع اللقطات اللي بالنص. بنفوت على الكلام، بنغير الكلمة، غير انه فينا نتحكم بمكان الجملة من الوقت البداية الى وقت النهاية. طبعا فينا نعتمد على كذا لون، بمجرد ما نكبس على واحدة منهم ونغير لونها، هيك بصير فينا نغير الوان النص. بالبداية بنعلم على الليارات اللي بدنا نحط عليها التأثير، بنفوت على البريسيت اللي عملناها وبنسحبها وبنحطها على اللاير. من افضل الطرق انك تحصل على المزيد من المشاهد، هذا من اكثر التاثيرات اللي عم بيعملوه صناع المحتوى حاليا. التاثير الثاني، عشان تعملوا هيك تاثير داروا الفيديو للاخر. نتوجه على الشاشه وبنكبس حرف التي. بتحط الفاونت اللي بدك اياه، واهم شيء بنعلم على هيدي، وبعدين زي ما عملنا بالبدايه بنعمل كي فريم بالبوزيشن وبننزلها لتحت، ومنزيح السكرول وبنعمل كي فريم، وبعدين بنحط ريسات مرتين عشان نصنع 2 كي فريم. شوف كيف صار. عشان نحل هيدا المشكلة نكبس على السهم لحد البوزيشن، وبعدين بنعلم على الكي فريم وبنسحب الخيط للآخر، ونفس الشي الجهة التانية. إذا بتلاحظوا صار عنا حركة سلسة. طبعا في طرق كتير لتحريك النص، اعمل نست وحرك بس البوزيشن، هيدي الطريقة رح توفر عليك الوقت. إذا بعدك ما اشتركت بالقناة روح واعمل سبسكرايب لايك وفعلوا الجرس تيوصلك كل جديد.
عشان نضيف بلاير ويكون أكثر واقعية بدنا نحط إفكت اسمه ترانسفورم. ترانسفورم مسؤول عن الحركة تعيت الأجسام، هو اللي بيعمل البلاير ورا الجسم. أوكي، نسحب ترانسفورم على العنصر وبنعمل نفس الحركة بس على هيدا التأثير. نروح على البوزيشن وبنعمل كي فريم وبننزله لتحت، بنرجع بنحط كي فريم للآخر، بنرجع 2 كي فريم عن طريق الريسات وبنحطه بالمنتصف وبنشد الخيط وبننزل على الإفكت، منشيل الصح على اليوز كومبوزيشن ومنحط الشتر انجل 360. اذا ما بينت معك الطريقة بعتلي بالكومنتات كرمال دلك على فيديو بيشرح عليها بالتفصيل. بالبداية رح نعلم على الفيديو ونفوت على السيكونس، بعدين كابشن، add a new caption track، بنكبس اوكي. بهيدي الخطوة زدنا السبتايتلز على التايم لاين. الخطوة اللي بعد هيك رح نفوت على التكست، اذا مش موجودة ممكن الحصول عليها بالويندو. بنكبس على ترانسكريبت ومننقل لغة عيد الفيديو، بس للأسف مش داعم للعربي. بس بالمستقبل اكيد رح يصير داعم. 6 months later منفجر الترانسكريبت. إذا ملاحظين النص مقسم بطريقة حلوة. Today is the big day that everyone has been waiting for. من المهم إنه نكبس على السيسي كرمال ننقل الترجمة للتايم لاين. Create caption. طبعاً بإمكانك تعدل أي جزء بمجرد إنك توقف على العنصر وتغير الكتابة. إذا بعدك ما اشتركت بالقناة روح وعمل سبسكرايب لايك وفعل الجرس تيوصلك كل جديد. إذا حابين تعرفوا أكثر عن تحويل النص إلى صوت أو كيف تعمل ترانزيشن فوت على هذا الفيديو.